بسم الله الرحمن الرحيم. أدوات الأكارم، الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم الشكر الجزيل إلى لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في البرلمان العراقي، وإلى معهد الحوكمة الكندي لهذه المبادرة الكريمة. كما أتقدم أيضاً بالشكر الجزيل لكل من حضر، سواء في الحكومة الاتحادية أو في حكومة إقليم كردستان أو في المحافظات المتنوعة أو في السفارات، وكذلك في مؤسسات المجتمع المدني والسيدات والسادة الحضور. أحييكم أيتها الأخوات وأيها الإخوة باسم مجلس النواب العراقي، وأثمن هذه الدعوة إلى عقد هذا اللقاء النوعي في جوهره وتوقيته، متمنياً بلوغ الأهداف المتوخات بتوفيق وسداد من الله جلت قدرته وعزمكم وإرادتكم. ونستطيع القول وبملء الفم وبكل فخر أن العراق رغم التحديات الكبرى التي مر بها منذ سنة 2003 حتى الآن، استطاع أن يؤسس تجربة لو قورنت بتجارب سواه لعدت متقدمة وطموحة ومعبرة، تعبيراً صميمياً عن إرادة بناء عراق حر تقوده سلطات تشريعية تنفيذية وقضائية مستقلة عن بعضها في الأداء والوظائف، ومتآزرة على مواجهة التحديات التي تهدد الوطن والمواطن. نعم، واجهتنا في سنوات ماضية تربصاً وتربصاً آخر، وتوجساً وتوجساً آخر، وإضماراً لأمر وإشهاراً لغيره، وقدمنا جراء هذه تضحيات جسام في الأنفس البريئة والأموال والثروات، لكننا وبوعي شعبنا وفراسته المعروفة وبجهد المخلصين المتصدين لأمره وشؤونه، تمكننا من عبور ذلك الخانق عندما وجدنا أنفسنا جميعاً في مواجهة أعداء الوطن والشعب من الجماعات الإرهابية ومن ركب مركبها في هدف تحويل العراق إلى مدفن عظيم. وبتوفيق من الله القادر القدير، تمكننا من وضع أسس لبناء دولة المؤسسات الدستورية التي نجدها هي الحائط الأقوى والأبقى والأصلب والإطار الأسلم لدرء محاولات تقسيم العراق وتشتيت شعبه وتحويله إلى دكاكين سياسية هزيلة. لقد حرصنا على تثبيت دعائم النظام الفيدرالي اللامركزي، رغبة في أن يكون هذا النظام فضاءً واسعاً للإبداع في مضمار تشخيص العلل ومكامن الخلل في أداء المؤسسات التنفيذية في جميع محافظات العراق، وفي منح شعبنا فرصاً واسعة لإدارة شؤونه في محافظاته ومدنه بعيداً عن كوابح السلطة المركزية. وقد وفقنا في بلوغ بعض الأهداف، لكنها لم تكن بمستوى الطموح، بل لم تكن بمستوى أهداف النظام اللامركزي. وعلة ذلك في أن معظم الذين تصدوا لهذه المسؤوليات يعانون من ضعف في فهم النظام ذاته من جهة، وانصياعهم لإرادات الجهات السياسية التي يمثلونها من جهة ثانية، وضعف ملكاتهم التقنية وخبراتهم من جهة ثالثة، ورؤيتهم للآخر الشريك بنية ضدية عالية من جهة الرابعة. ولذلك أقول إن أمامنا هدف كبير يجب أن نسعى إليه بكل جدية ومثابرة، وهو تأهيل قيادات تتوفر على وعي تام بالنظام اللامركزي خارجة عن جب القومية والطائفية والحزب، داخلة في فضاء الوطن الأرحب، وذات أفق معرفي واسع. فالنظام الفيدرالي اللامركزي
لا يتحقق بالتشريعات والقوانين والنيات الطيبة، إنما بالملاكات التي تؤمن به وتجتهد في تطويره وتبني على كل منجز من منجزاته. وأحسب أن الثروات البشرية العراقية الهائلة في الإبداع والتميز والتفرد في جميع مجالات الحياة تمثل خزيناً كبيراً لا ينفد لبلوغ هذا الهدف. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إن النظام الفيدرالي اللامركزي لا يمكن أن يبلغ النجاح الذي نترقبه إن لم يدعم بتشريعات قانونية تعالج أي خلل أو إعثار في أي حلقة من حلقاته أو في علاقة الحلقات ببعضها. وأرى أن الرقابة الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني أو المنظمات النقابية المتخصصة والإعلام الإيجابي الملتزم سيكونان عينين مثابرتين على الرصد ولفت الانتباه إلى ما يتوجب تحصينه بتشريعات قانونية، وأن مجلس النواب العراقي يفتح كل أبوابه أمام كل جهات من هذا المضمار. ويمكنني التأكيد هنا إن أي نظام فيدرالي لا مركزي يهمش الشباب ويهمل المرأة ولا يتدبر حقيقة أنهما صانعان فذان لمجتمع نام متضامن متآزر متطور هو نظام غريب في المظهر والمخبر عن الفيدرالية واللامركزية في أبسط توصيفاتها. وفي الختام أحييكم أيتها الأخوات، أيها الإخوة، وأحيي مثابرتكم وجديتكم في صناعة عراق جديد، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في بلوغ أهداف لقائكم هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.